في مفاجأة غريبة وغير متوقعة، اشتكت الفنانة السورية مرح جبر من تعرضها لكمية كبيرة من الرسائل على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل انتقادات حادة وشتائم وسباب، وجميعها تشير إلى أن من يقومون بهذا الأمر يعلقون على مشاركتها في مسلسل ابتسم أيها الجنرال الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي وقامت فيه بدور ماريا. كان مسلسل ابتسم أيها الجنرال أثار جدلاً كبيراً الفترة الماضية، ويحكي قصة أسرة تحكم إحدى البلاد بطريقة متسلطة وصراعاً على الحكم بين أخوين أحدهما ورث السلطة عن أبيه. وتعرض المسلسل لموجة هجوم ضارية قبل وخلال عرضه على الشاشة، نظراً لوصف البعض لمحتوى بأنه يحمل إسقاطات على الواقع وأنه يشير لشخصية تاريخية بعينها مع بعض التحويرات التي يطلبها الخط الدرامي. وتعتبر مرح جبر من الفنانات المتميزات ومن نجوم الصف الأول الذين شاركوا في المسلسل ذي الإنتاج الكبير. ومرح معروفة بأنها من عائلة فنية، فوالدها هو الفنان الكبير محمود جبر، ووالدتها الفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة الكبيرة منى واصف، وحققت تاريخا فنيا زاخرا منذ ثمانينيات القرن الماضي، بل وحققت نجومية كبيرة بعد تقديمها شخصية جواهر في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم. خلال الأيام الماضية عرضت الفنانة مرح جبر قصة على صفحتها بموقع إنستغرام، قالت فيها: ما هو الذنب الذي ارتكبته بعد عرض مسلسل لتصلني رسائل كثيرة مليئة بالسب والشتم؟ ويبدو أن هذه الرسائل امتدت لحملات الهجوم السابقة التي تعرض لها أبطال العمل وكذلك المؤلف سامر رضوان والمخرج عروة محمد. ومن المعروف أن المسلسل رغم أنه إنتاج سوري إلا أنه تم تصويره في تركيا. يبدو أن نجاح المسلسل كان سبباً في تواصل الهجوم عليه حتى بعد مرور شهر على عرضه، ما دفع الفنانة مرح جبر إلى القول في قصة أخرى على إنستغرام عقب القصة التي أكدت فيها تعرضها للسب والشتم بسبب المسلسل: إنه يوجد كمية حقد في قلوب الناس، ما قد يشير إلى أن الهجوم والسباب الذي تعرضت له يمكن أن يكون من منافسيها في الوسط الفني الذين شعروا بالحقد والغيرة من أدائها، أو على أقل تقدير مجموعة تم تحريضهم لشن هذا الهجوم إن لم يكن هجوما منظما من جهة ما. وتضمن المسلسل الذي حاز شهرة واهتماما كبيرين العديد من النجوم الذين شاركوا فيه، ومنهم مكسيم خليل وعبد الحكيم القطفان ومازن الناطور وريم علي وسوسن أرشيد وغيرهم، إلى جانب مرح جبر التي قدمت دور ماريا وحازت على إعجاب الجمهور في هذا الدور. فترى لماذا تتعرض الآن للشتائم والسباب؟ وهل هي لعنة الجنرال تطاردها وستظل تطارد أبطال وفريق عمل المسلسل؟